اسمعوا وعوا. تعبير سمعنا زمان يعني حاول تتعلم تسمع وتنصت للي بيتقال، وكمان لازم تعي أو تستوعب أو تفهم اللي بيتقال. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عاوزنا نخلص، دي أول حاجة في قلب الله من جهتنا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. بس يعني إيه نخلص؟ من إيه؟ ببساطة وبشكل عملي، عاوزنا نخلص من كبريائنا اللي لوث أقدس الأماكن وأقدس الأفكار وأقدس الأفعال وأقدس العلاقات. نخلص من تجاهلنا أصوات الفقراء والمظلومين والمهمشين والناس اللي مش باينة من فرط الاهتمام بالأقوياء وذوي السلطة وذوي الكلمة وذوي الحيثية. نخلص من كلماتنا القاسية اللي بنطعن بيها مشاعر الآخرين بشكل مستمر ومتزايد، وفاكرين إن دي قساوة مقدسة ومباركة ومحمودة أحيانا. نخلص من أنانيتنا اللي خلتنا ندوس على اللي حوالينا علشان نتصدر المشهد لوحدنا. نخلص من أفعال الخفاء الدنسة اللي محدش شايفها وهي بتمتص رحيق إنسانيتنا اللي مخلوقة على صورة الله وتحولنا إلى مسخ إنساني زومبي من غير حياة. نخلص من اهتماماتنا اللي بتضيع وقتنا وعمرنا في ولا حاجة. نخلص من قساوة قلوبنا قدام الحق لحد ما فقدنا قدرتنا على سماع صوت الحق، وبنصرخ ليل نهار مش سامعين صوت ربنا. نخلص من احترافنا ومهارتنا في لبس أقنعة التقوى المتقنة وداخل قلوبنا قبور لم تختبر القيامة مليانة ريحة موت.